لكم صباح الفل، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هتكلم على موضوع مش عارفة يعني اب ولا داون، بس هو الفشل. ويمكن ده من الموضوعات والحاجات اللي انا اتكلمت عنها وكنت مهتمة بيه جدا. واهتمامي بالفشل هو جزء من اهتمامي بالنجاح، زي ما حب اعرف ليه، ايه هي عوامل النجاح، ليه الناس بتنجح، ويعني انا ليه ابروتش مختلف شوية لما باجي يعني اسمع للناس اللي بتتكلم على النجاح والحاجات دي، ان انا بحب اشوف ايه اللي حققه فعلا هذا الكاتب. لو فعلا حسيت ان هذا الكاتب حقق حاجات كويسة في حياته ويعني عمل فعلا نجاحات حقيقية، باخد الكلام من غير يعني طبعا بحلله كل حاجة، بس بحلله أكتر لو هذا الكاتب مفيش وراه ما يؤيد نجاحه ده. ودي ناس كتيرة جدا جدا، تلاقي ناس مثلا ابتدوا حياتهم وهم لسه في العشرينات يتكلموا على النجاح وهم لسه ما حققوش أي نوع من النجاح حقيقي ملموس على أرض الواقع يقدر يثبته. فمن الملاحظات اللي أنا لقيتها للناس اللي أنا بحب أقرأ لها اللي بيكتبوا عن النجاح واللي هم فعلا وراهم قصة نجاح حقيقية، إن الكتاب بيبقى تقريبا 25% منه عن النجاح و 75% منه عن الفشل. ليه بقى؟ لأن الفشل جزء لا يتجزأ من النجاح. في مرة من المرات كنت بكلم صديق من أصدقائي وزميل في نفس الوقت، اللي هو كان شاطر جدا جدا جدا، شاطر في الدراسة، شاطر في الشغل، شاطر في كل حاجة. وبعدين دخل الحوار في موضوع الفشل، فبقول له انت تتكلم عن الفشل ليه؟ انت اصلا ما اعتقدش ان انت اختبرت الفشل ده، ما حسيتش بالفشل. ما فراح بصي كده وقال لي ليه؟ ده بالعكس، خدي عندك بقى يا ستي، انا فشلت لما تقدمت للبعثة الفلانية واترفضت عشان كذا وكذا وكذا، والبحث الدكتوراه بتاعتي لما جيت اعمله الدكتور طلب ان انا اعدل، اللي هو المشرف طلب ان انا اعدل فيه 500,000 مره، لدرجه ان انا كنت هيأس خلاص وهدور على حاجه تانية. والبنت اللي كنت بحبها رفضتني وما حبتنيش، وقعدت فتره طويله على ما تجاوزت هذه الازمه، ولما اتجوزت كمان فشلت واتطلقنا، ودخلت في مشروع كذا وكذا وكذا، وحاولت اعمل مشروع تجاري واحول الفكره بتاعتي لحاجه تجاريه وفشلت وخسرت فلوس قد كده. بس 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 خلاص خلاص خلاص، انا عرفت ان انت عديت بالمراحل وبالحاجات اللي كلنا عدينا بيها. ومش عشان انا شايفه نجاحاته ده معناه ان هو ما عندوش فشل. فالفشل جزء لا يتجزأ من رحلة النجاح. كل الناس بتمر بلحظات فشل او بتختبر تجربة الفشل بشكل او باخر، مفيش استثناء خالص. مهما كان الشخص ناجح، مهما كان الشخص جميل، مهما كان الشخص whatever اي حاجة، برضو هيبقى عد عليه موقف او مواقف فشل فيها. حتى الاسامي الكبيرة اللامعة الناجحة، الاغنياء، المليونيرات، الناس دي كلها برضو عدت عليهم مواقف وفشلوا وتجارب وفشلوا ومشاريع وفشلوا وامتحانات وفشلوا وهكذا. فدي اول حاجة اعتبروها كده مقدمة، ان الفشل ده اساسي وكلنا هنفشل بشكل او باخر. طيب ازاي بقى نتعامل مع الفشل؟
انا عايزه النهارده مش اتكلم بس عن الفشل وخلاص، واقول لكم كام كلمه تحفيزيه كده. انا ما بحبش انا الحاجات اللي هي التحفيزيه والموتيفيشنال والكلام ده، لان الكلام التحفيزي هتسمعوا وتنبسطوا شويه بالكلام ويمكن تقوموا كده اي انا حمى انا ولعه انا نار وتشتغل شويه، ولو مفيش هذا الشرارة بقت جواك مش هتقوم تعمل اي حاجة بعد كده، هيبقى شوية وهتخفت هذه النار وتستخبى وخلاص شوية وتروح. فخلينا نتفكر في ازاي في خطوات عملية ازاي نتعامل مع الفشل ان قابلنا الفشل. النقطة الأولانية هي ان احنا لازم نعرف يعني ايه فشل. اديكم مثال بسيط قوي او مثال عبيط شوية، يعني تخيلوا مثلا انا بعمل كيك وفجأة اكتشفت ان انا ما عنديش بيض، وقلت انا هروح اشتري بيض من السوبر ماركت. رحت السوبر ماركت لقيت البيض اشتريته ورجعت، كده انا نجحت في الهدف اللي انا كنت حطاه لنفسي ان انا اشتري بيض. لكن لو رحت السوبر ماركت وما لقيتش بيض، او لقيت الفلوس اللي معايا اقل من تمن البيض اللي انا عايزاه ورجعت البيت من غير ما اشتري البيض ده، يبقى انا فشلت. انا فشلت في تحقيق الهدف اللي انا كنت مقررة ان انا احققه. ولكن بقى لو حولت الهدف ان انا عايزة اعمل الكيك دي، لو ما لقيتش البيض اعمل ايه؟ هروح السوبر ماركت، ما لقيتش البيض هروح البقال، هروح اخبط على جارتي اخد منها كام بيضة، هتصرف باي شكل من الاشكال ان انا اجيب هذا المكون اللي لازم عشان اعمل الكيك بتاعي. فلما اعمل الكيك يبقى انا كده نجحت، لاني حصلت على هذا المكون باي وسيلة ممكنة باي طريقة ممكنة. رحت السوبر ماركت فشلت في ان انا الاقيه، رحت راح حتة تانية فشلت في هذا المكان، رحت حتة تالتة، لان الهدف بتاعي هو المنتج النهائي اللي انا عايز اعمله مش البيض اللي انا عايز اشتريه. فلازم نحدد ماهية الفشل وهنعرفه ازاي. وكمان لازم نعرف هو الفشل بالنسبة لي ايه، وبالنسبة مثلا لمامتي ايه او لجوزي ايه. في ناس بتحسب نجاحها وفشلها بالفلوس اللي بتكسبها، في ناس بتحسب نجاحها وفشلها بالصداقات اللي بتعملها او بالعلاقات اللي بتعملها، في ناس بتحسب نجاحها وفشلها بالتعب والشغل اللي هي بتعمله. كل ما تتعب كده تبقى هي فشلة، يبقى كل ما ارتاحت كل ما ده احسن. وممكن كمان مقاييس النجاح والفشل تختلف من موقف لموقف. انا هتقدم للوظيفة دي رفضوني يبقى انا كده فشلت، او انا بدور على وظيفة. لو تقدمت هنا وفشلت هدور على التانية، لو تقدمت هنا وفشلت هدور على التالتة والرابعة والخامسة لغاية ما الاقي وظيفة، يبقى انا كده نجحت. كده انا خليت هدفي مش ان انا احصل على الوظيفة في المكان ده، اتقدم في الانترفيو ده انا جتت. لكن لو حولت الهدف بتاعي وقسته بمقياس اخر يتيح لي فرصة ان انا اغير الاستراتيجية بتاعتي، اغير تصرفاتي. لو السكة دي ما نفعتش اروح السكة دي، لو السكة دي ما نفعتش اروح السكة دي. ففكروا في موقف انتوا حاسين ان انتوا فشلتم فيه، وفكر انت كنت بتقيس نجاحك وفشلك في هذا الموقف ازاي. ايه هي بيسموها الكي بيرفورمانس انديكيتورز، معايير قياس الاداء، تعرف تقيس الاداء بتاعك في هذا الموقف ازاي. هل هي بالفلوس؟ هل هو بالنجاح؟ هل هو بالمنصب؟ هل هو بالعربيه اللي هتشتريها
ولا هل هو بالبنت الحلوة اللي هتخطبها وتشعلقها في دراعك، هل هو في الشاب الجميل الغني اللي هتعرفي تصطاديه ويبقى جوزك. ايه هو معيار النجاح عندك؟ وهو معيار النجاح ده هو اللي هيحدد معيار الفشل. فلازم نعيد تعريفنا للفشل على حسب كل موقف انا فيه، ونغير الهدف بتاعنا بحيث ان هو يديني، يعني يكون هدف مرن، بحيث ان هو يديني الفرصة اني اغير التكتيك بتاعي، اغير خطتي في اللعب، بحيث ان انا اوصل في النهاية لهذا الهدف. تاني، نفكر في موقف معين اتعرضنا له واحنا شايفين ان احنا فشلنا في هذا الموقف. ندرس بقى اسباب فشلنا في هذا الموقف بموضوعي، ومن حكم خبرتي في الامور سواء في الشغل او سواء في الحياة، عادة ما بيبقاش في سبب واحد بس للفشل. اغلب مشاكلنا بيسموها complex problems، مشاكل معقدة بتبقى متشعبة وليها اسباب كتيرة، وبتبقى كمان layered، يعني كأنها اكتر تشبيه حلو قوي في الحكاية دي بصلاية. تدخل لو فتحنا البصلاية هتبصوا تلاقوها layers، طبقات طبقات فوق بعض، طبقات فوق بعض. تشيل الطبقة الاولانية تلاقي طبقة تانية، تشيل الطبقة التانية تلاقي تالتة، وهكذا وهكذا وهكذا. فأغلب مشاكلنا في الحياة بتبقى هذه النوعية من المشكلات اللي هي complex problems. وتقريبا دي أغلب المشاكل اللي في العالم، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الدول أو على مستوى الأسر أو على مستوى الأحياء أو على أي مستوى، بتبقى complex problems. عشان نشوف الكومبلكس بروبلم دي ونحللها، عندنا حاجتين: يا اما اقعد بقى افك الطبقات دي واقعد، وده ممكن بقى ايه يعني يبقى لايف تايم، يبقى طول حياتي على ما اقدر افهم مشكله واحده، او احدد اكتر 5 عوامل مثلا مؤثرين على هذه المشكله. كنت انا كلمتكم قبل كده على مبدأ باريتو. باريتو ده كان عالم ايطالي، المبدأ بتاعه لطيف جدا جدا، وسبحان الله فاليد في كل حاجة. يعني هو طبقها على الايكونومي، على الاقتصاد، لكن ده يتطبق على كل حاجة. المبدأ ببساطة ان 80% من النتائج سببها 20% من الاسباب. يعني انا لو عندي مشكلة ما فيها 100 سبب، هتلاقوا ان 20 سبب بس هما اللي ليهم الثقل الاكبر في التأثير على النتيجة، نتيجة هذه المشكلة. فلما نبقى في موقف قدامنا وبنحلله، نفكر في عدة اسباب. لو ما لقيناش غير سبب واحد يبقى احنا غلط. لازم نفكر في سبب وسبب وسبب وسبب، على الأقل 5 أسباب. واحدة مثلا متخانقة مع جوزها، ايه سبب المشكلة؟ سبب المشكلة اصله هو عصبي. اختصرت المشكلة كلها في انه هو عصبي. لا، وايه كمان؟ لا هو كده، انا بقولك كده، ودي فعلا حصلت، انا بقولك كده، هي مشكلته العصبية. لا الخناق اللي بينكم والنقار اليومي في عدة أسباب، في توقعات مختلفة ما بينك وبينه، في عدم إدارة للمشاعر سواء منه أو منك، في عدم مصارحة سواء منه أو منك، في فهم خاطئ للأدوار منه أو منك. وابتديت تحلل لها الحاجات دي، وابتدينا مع بعض نشوف ان ايه ده مش مجرد نوع عصبي وخلاص، لا ده في حاجات تخصني وفي حاجات تانية تخصه، وفي حاجات انا اقدر اتصرف معاها دلوقتي، وفي حاجات ممكن اتصرف معاها بعد شوية، وفي حاجات مش هقدر اغيرها اصلا. فلازم ندرس
أسباب فشلنا في الموقف ده بموضوعية، بدون كمان، وده يمكن هيدخلني في نقطة بعد كده اللي هي النقطة الثالثة، هي ان احنا احيانا بندخل في متاهة من متاهتين، يا اما متاهة العتاب وجلد الذات، او متاهة الانكار وان انا ضحية. باخد كده موقف نفسي، اصل انا فشلت عشان المدير ده وحش، استقصدني، حطني في دماغه، او انا فشلت عشان انا خايب، انا فشلت عشان انا خايبة، انا فشلت عشان ما عنديش ثقة في نفسي، انا فشلت عشان ما استاهلش النجاح. فده غلط وده غلط، ان انا احط نفسي فريسة للعتاب الذاتي وجلد الذات، كأن بحفر لنفسي حفرة واقعد اغطس فيها اغطس فيها اغطس فيها. اما بقى اللي بينكر بعض اسباب المشكلة اللي متعلقة بدوره في هذه المشكلة ويحول نفسه لضحية، اصل انا ضحية، اصل جوزي وحش وبيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، اصل انا ضحية كذا، اصل انا ضحية الظروف اللي انا تربيت فيها، اصل انا ضحية الفقر اللي انا عشت فيه، اصل انا ضحية ان ابويا ما قدرش يدفع لي رشوة عشان اقدر ادخل مكان معين مثلا، اصل انا ضحية ان انا ما عنديش واسطة، اصل انا ضحية، اصل انا ضحية. لا ده صح ولا ده صح، لان الجلد والعتاب الفظيع هيحطني في حالة عاطفية ان انا ما استحقش النجاح، فابتدي اتصرف واتعامل مع حياتي على هذا الاساس. والاوحش كمان ان انا اقبل ان انا انسان وحش وافضل وحش، ما يدينيش الدافع ان انا احسن من نفسي، ان انا اقوم وانفض التراب من على هدومي، اصل دي واقعه خلاص، وقعت حتى ولو اتكسرت رجلي ما هتخف، وانفض التراب من على هدومي واقوم اكمل، او لا 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 انا زي الفل، ده هم اللي وحشين، ده المدير ده هو اللي وحش، المدير ده هو المتسلط، المدير ده اصلا ما بيفهمش حاجه وعارف ان انا بفهم احسن منه فعشان كده مستقصدني، المدير كذا المدير كذا. كان في واحد مره بعت لي وبيقول لي انا فنيا احسن من المدير بتاعي، انا مش عارف هم اختاروه على اي اساس. فقلت له هل انت ادرت مشروعات قبل كده؟ قال لي لا. هل انت ادرت تيم قبل كده؟ قال لي لا. قلت له طب ما هو بسيطه، انت عندك الخبره الفنيه او المعلومه الفنيه، لكن هو عنده الخبره الاداريه والمعلومه الاداريه، وهو كمدير مش محتاج انه يبقى عارف كل كبيره وصغيره، انت بتعرفها، امال انا معينك ليه؟ انا دايما لما كان بيبقى عندي تحت ايدي حد اقول لهم انا جاي اسالكم عشان انت الخبير في النقطه دي، انت اللي لازم تعرف، انا مش ما ينفعش اعرف كل حاجه، انا اعرف اربط الحاجات ببعض، انا اعرف اخطط، انا اعرف انفذ، انا اعرف اقسم الشغل واقول ده يعمل ايه وده يعمل ايه، لكن مش شرط ان انا هفهم في الحسابات اللي انت هتفهم فيها، او هفهم في التصميم اللي انت هتفهم فيه، او هفهم في البروجرامينج اللي انت هتفهم فيه، او هفهم في كذا وهفهم في كذا وهفهم في كذا. فطبعا ما عجبوش الكلام ناس كتير، وده موقف حصل كتير، ان ناس تبعت لي بمشاكل ولما ابتدي افصص واحلل هذه المشاكل معاهم ما يعجبهمش الكلام اللي انا بقوله. لا 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 اصل انت مش فاهمه. خلاص اوكي انا مش فاهمه، كمل انت مع نفسك يعني. ف لا نقع في متاهه العتاب وجلد الذات، ولا نقع في متاهه الانكار وان انا ضحيه. لو لقينا نفسنا في واحدة من هاتين الحالتين أو المتاهتين نطلع نفسنا. أنا فشلت، وده بقى يخليني أرجع للنقطة الأولانية، إن أنا أدرس أسباب فشلي بموضوعي. أنا فشلت، إيه أسباب الفشل؟ سبب واحد، لا مش كفاية، ما ينفعش، دور تاني، فكر تاني، حلل تاني، اسأل تاني، ورص خمس اسباب،
وتحت الخمس أسباب دول نيجي بقى للنقطة اللي بعدها، إن أنا أربطها بسلوكياتي ومهاراتي. كل سبب من الأسباب دول، أنا دخلت الامتحان وسقطت فيه ليه؟ أصل الامتحان كان صعب، لا مش كفاية، أصل الدكتور ده وحش وبيدي امتحانات صعبة، مش كفاية، أصل كان في حاجات جت وأنا ما ذكرتهاش، أصل وأنا بحل مسائل كنت مركز على المسائل اللي مستواها أقل لكن ما حلتش المسائل الأدفانسد، أصل أنا ضيعت وقت في الفترة الفلانية. شفتوا؟ وعادي، واو الدكتور صعب برضو، ما هو ده سبب من الأسباب، والامتحان جه صعب برضو، ده سبب من الأسباب بس مش كل الأسباب. وابتدي أربط الأسباب دي بقى بسلوكياتي ومهاراتي. أنا فين هنا؟ أنا ليه معرفتش المسألة دي؟ أنا ليه أخدت وقت طويل في المسائل دي فما قدرتش أوصل للمسائل اللي بعدها؟ نبتدي نشوف في موقف، انا فشلت مع جوزي ليه؟ اصله راجل صعب قوي، ما ينفعش. وايه كمان؟ له متطلبات كتير، ماشي، لسه برضو ستيل بنتكلم عنه هو. وايه كمان؟ اصل هو رافض فكره كذا كذا كذا. وايه كمان؟ اصل انا احيانا ببقى كسوله شويه وما بحبش شغل البيت. وايه كمان؟ اصل انا احيانا ما بحبش العلاقه الحميمه والحب والكلام ده وبتعب وخلاص. وايه كمان؟ اصل انا متضايقه منه، اصله ما بيكسبش فلوس زي جارنا او زي اخويا او زي جوز اختي. وايه كمان؟ ونربط بقى الاسباب دي بسلوكياتنا احنا وبمهاراتنا احنا. طب انا ايه اللي ممكن اعمله عشان اسنده؟ انا ايه اللي ممكن اعمله عشان اوفر؟ انا ايه اللي ممكن اعمله عشان احقق التوقعات اللي هو منتظرها مني؟ ايه اللي انا ممكن اقوله عشان اقول له انا كمان متوقع منه ايه ومنتظره منه ايه؟ ازاي اتخانق معاه؟ اصل الخناق ده على فكره مهاره، ان احنا نعرف نتخانق مع الاخرين ده مهار. ازاي ندير مناقشه حاده؟ والخناق ده ايه؟ ده مناقشه حاده، ده مهار. ازاي اقدر اعرض وجهه نظري وافندها؟ ده مهار. فالنقطه انا لخبطت الرابعه، هو ان انا اربط ما بين الاسباب وسلوكياتي ومهاراتي، ساعتها بقى هعرف ايه اللي ناقصني واشتغل عليه، ساعتها هعرف انا دوري ايه الحقيقي في الفشل في هذا الموقف، وابتدي اتعامل مع ده. يمكن في سلوك معين محتاج اغيره، يمكن في اسلوب معين محتاج اغيره، يمكن في شيء معين محتاج اتعلمه، يمكن ابسط حاجة محتاج اسيب هذا المكان وادور على شغل في حتة تانية، وده حصلت وانا نصحت سيدة كلمتني على مشكلة في شغلها، ان لو في لحظة من اللحظات حسينا ان احنا وصلنا الحارة سد خلاص ما نكملش. النقطة الخامسة بقى هي اننا نبدأ من جديد، وده اللي انا بحاول اعمله في الفيديوهات اليومية دي. انا كان ممكن اسميها يومياتي، كان ممكن اسميها يوم في حياتي، كان لا، انا دايما بحس ان كل يوم هو بداية جديدة، ربنا سبحانه وتعالى ادانا الفرصة ان احنا نبتدي من جديد. وحتى في نفس الموقف اللي احنا فيه مع نفس الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم، جوزي هو هو، اولادي هم بيتي هو نفس البيت، لكن انا بدي بداية جديدة، هتعامل مع جوزي بشكل تاني، هربي ولادي بطريقة تانية، هرتب بيتي بشكل تاني، هروح الشغل بنظرة مختلفة، هتعامل مع مديري بشكل مختلف.
كل يوم بداية جديدة. وزني زاد، لا النهاردة بداية جديدة. عارفين كان في نكتة، ها يوم الحد هنبتدي الرجيم، يوم الحد هنبتدي الرجيم، الله ده احنا الحد، لا 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 الحد الجاي الحد الجاي. لا دايما احب اقرا كلمة nowhere على انها now here، هنا ودلوقتي، هنا ودلوقتي هبتدي النهاردة. بس ده انا عاملة حلة محشي ما اقولكيش، هاخد صباعين وهاكل حاجات تانية، وهقعد على السفرة ماسكة نفسي واقعد امسك خيارة واقرقش فيها وسايبة المحشي الرائع اللي كل قاعد عمال ياكل منه. انا عايزة امشي، نفسي امشي، نفسي اعمل رياضة النهاردة دلوقتي بنفس الهدوم اللي انا لابساها دي، هنزل واتمشى لغايه اخر الشارع وارجع تاني. النهارده بدايه جديده مع جوزي، لما هيرجع هبتسم له. اذا زعلانين ومقموصين وملويه ومش عارف ايه، لا النهارده بدايه جديده، هبتدي بدايه جديده. ابني مطلع عيني، النهارده بدايه جديده، النهارده همدحه لما يعمل حاجه كويسه وحسسه اني فرحانة بيه لما يعمل حاجة كويسة، وده هيشجعه انه يعمل حاجة كويسة. ابدأ من جديد، now here، الان هنا. اصل لما بأروح الشقة الجديدة حبقى انظف واعمل كذا وكذا وكذا، ما بيحصلش. اصل لما نقبض فلوس كذا 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 هنعمل كذا وكذا وكذا، ما بيحصلش. اصل لو هو اتعادل معايا انا هتعادل معاه، ما بيحصلش. اصل هو لو سمح لي ان انا اشتغل انا هبقى سعيده، ما بيحصلش. اصل لو ابني كلمني بشكل كويس الدنيا هتبقى كويسه، انا هكلمه كويس، ما بيحصلش. ابتدي انت، ابتدي انت وكلميه كويس، ابتدي انت وابقي سعيده حتى ولو انت ما بتشتغليش مع انك عايزه تشتغلي. ابتدي انت وعاملي جوزك حلو وبتسمي له حتى لو هو ما ابتسمش. ابتدي انت وتعاملي كويس مع الجاره بتاعتك حتى ولو هي صليطه اللسان ووحشه. ابتدي انت وتعاملي مع حماتك كويس حتى ولو يعني في خلافات بينكم. ابتدي انت او انت وتعامل مع المدير بتاعك كويس حتى لو انت شايف ان هو حمار ما بيفهمش حاجة. ابتدي، بس اهم حاجة نبتدي، واليوم اللي بعده نبتدي تاني، اليوم اللي بعده نبتدي تاني، اليوم اللي بعده نبتدي تاني. البدايات على قد ما هي احيانا بتبقى صعبة، على قد ما بيبقى احيانا الحماس بتاعنا كله بنحطه في البدايات وبعدين نفطر، فلازم نجدد. عارفين زي تجديد الوضوء كده. ليه؟ كانت جدتي دايما اقول لها انا ما نقضتش وضوئي، طب بس خدشي جددي وضوئك. كانت تقول لي كده، مش توضي تاني، لا جددي وضوئك. فنجدد، نجدد عهدنا مع انفسنا ان احنا نغير ده. اخر نقطة بقى هقولها لكم، هو ان احنا ما نخلطش ما بين ال خسارة معركة والهزيمة في الحرب. وده يربطنا بالنقطة الأولانية خالص 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 اللي اتكلمت فيها، اللي هو ان احنا نعيد تعريف الفشل. لو انا حطيت في دماغي انا مش هتجوز دي غير دي، يعني مش هتجوز غير دي، وهي رفضتني، انا فاشل. البنت اللي عايزة اتجوزها رفضتني، انا انسان فاشل. ولكن بقى انا عايز اتجوز واحدة بنت ناس ومحترمة، محجبة او مش محجبة، بتشتغل او ما بتشتغلش، سمرة، بيضة، طويلة، قصيرة، قارئة، بتهتم بس بالبيت، واقعد افصص مين الشخص اللي انا نفسي ارتبط بيه، مين الانسان اللي انا عايزها في حياتي، مين الانسان اللي انا عايزها في حياتي.
ويبقى هو ده هدفي، ان انا ادور على هذا الانسان، وان انا اعرف لما اقابل شخص. بيحصل كتير قوي ان ناس تقابل ناس وتبقى معجبة بحاجة معينة، بتدي صاروخ واو، يعني ايه يقول لك ايه، تحل من على حبل المشنقة بجمالها، واول ما تفتح بقها اوه، او تلاقيها مغرورة، او تلاقيها واخدة ألم في نفسها، او تلاقيها فيها صفات وحشة، بتكذب، بتخدع، بتعمل اي حاجة. ومع ذلك برضو اتغاضى عن كل ده واخدها، عشان اصل انا عايزة اتجوز واحدة جميلة، هو ده شرطي الوحيد، ان انا عايزة اتجوز واحدة جميلة. هتروح تجيب الجميلة وما عندكش معايير تانية، ممكن هي ترفضك، اوه انا فشلت. النجاح في حياتي المهنية، انا عايز افضل في المكان ده لغاية ما ابقى على اعلى درجة. حدد بقى المكان ده بيترقوا فيه ازاي، هل في حد من جوه المكان بيترقى؟ خدوا بالكم احيانا بعض الاماكن ما بترقيش الموظفين بتوعها، يرقيه يديله فلوس، يديله مسؤوليات، ممكن يديله تايتلز بدل ما هو بروجرامر يبقى سينيور بروجرامر مش عارف ايه، لكن المناصب الكبيرة دايما تلاقيه بص لبره وجاب حد من بره، دي بتبقى كالتشر في المكان. او في ناس لا، في اماكن لا الناس بتكبر فيها، الناس بتترقى فيها. فهل المكان اللي انا فيه ده من النوعية دي ولا من النوعية دي؟ هل في ناس حواليا بيترقوا وبياخدوا مناصب اعلى، ولما المدير بيمشي بيجيبوا من اللي تحت منه ولا بيجيبوا من بره؟ لو انا قلت لا انا هفضل في المكان ده واترقى وهما ما بيرقوش من جوه، فمن طبعا كده انا فشلت على نفسي، حكمت على نفسي بالفشل، هفشل يعني هفشل. ف لازم لما نحدد ايه هي معايير النجاح، لو خسرت معركة، لو اتكعبلت في خطوة على الطريق، هقوم واظبط نفسي واقوي نفسي وارجع اكمل تاني الطريق، لان انا حاطط عيني على نهاية الحرب مش على مجرد معركة. لكن فينا نقطة بقى خطيرة، لو كل معركة ادخلها اخسرها، لو كل معركة ادخلها اخسرها، يبقى في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش راكبة، في معايير غلط انا حطاها. يا اما بدخل حرب مش بتاعتي اصلا، او محدد هدفي بشكل غلط، فمخلطش ما بين الحرب والمعركة، والهزيمة في الحرب غير الهزيمة في المعركة. دي خطوة وقعت فيها، اقوم واكمل، لكن لو خسرت الحرب خالص خلاص فشلت. وحتى دي كمان مش نهاية الدنيا، لان انا قلت لكم الفشل عبارة عن محطات في طريق النجاح. فشلت في المحطة دي اكمل، عشان طريق النجاح ده على فكرة مش طريق واحد، ده طريق متشعب ومتفرع، وممكن اوصل لهذا النجاح عن طريق اكتر من طريق. فخلونا النهاردة نفكر شوية في موضوع الفشل ده، وازاي اتعامل مع الفشل، وازاي اتغلب على احساسي بالفشل. النقاط اللي انا قلتها كويسة وعملية، وهتعرفوا انها عملية لو اخترتوا موقف معين وطبقتوا هذه النقاط عليه. انا حاولت اديكم امثلة وانا بتكلم، لكن انا مش هقدر اديكم كل الامثلة اللي تنفع مع كل الناس، فدي مهمة كل واحد وكل واحدة فيكم بقى، ان هي تفكر او ان هو يفكر في موقف معين حصل في الماضي وفشل فيه او فشلت فيه، وتفكر ايه الاسباب اللي ادت لهذا الفشل. هل انا حطيت نفسي في متاهة الانكار، لا 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 هم اللي وحشين انا زي الفل، ولا في متاهة انا كده وانا وحشة وانا فاشلة وانا هفضل كده طول عمري. اربط ما بين الاسباب
وسلوكي ومهاراتي. هل الأسباب، أسباب الفشل في الموقف ده، متعلقة بمهارة مش عندي أو بسلوك غلط أنا بعمله؟ وكل يوم نبدأ من جديد، كل يوم نغتنم اليوم الجديد عشان نبدأ من جديد، عشان حماسنا لا يفتر، عشان أفضل مستمر. وآخر حاجة بقى، أحط عيني على النتيجة النهائية، على الحرب الكبيرة اللي أنا عايز أكسبها، مش على المعركة الصغيرة اللي أنا خسرتها، على الخطوة اللي أنا اتكعبلت فيها، أنا لسه قدامي طريق. أرجو كلامي النهاردة يكون مفيد. النهاردة يوم هادي، براجع بعض الريسورسز وبعض الحاجات، وفي شغل لازم أعمله عشان يتسلم، وفي ميتنج كمان كده في نص النهار، وطبعا لازم ننزل نمشي. احنا بننزل نمشي ساعة، الساعة دي تقريبا بنعمل ايام بنعمل 5 كيلو، ايام بنعمل 4 كيلو مشي. اعتقد برضو فرقت معانا كتير قوي قوي قوي. يمكن اشوفكم بعد شوية.